السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم وصفتنا وصفة مميزة من المطبخ الهندي، لحم. وصفة لحم، هنا لدي لحم تقريبا كيلو، تقطع قطع صغيرة على هذا الشكل. هنا لدي بصلة كبيرة، أوراق الكاري، ملعقة صغيرة حبوب الخردل، فلفل أخضر حار. نحتاج إلى كوب نعناع طازج، كوب كزبرة طازجة. هنا لدي شمر، ملعقة صغيرة شمر، ملعقة متوسطة جرام مسالة تجدونها في قناتي، ملعقة صغيرة كركم. وهنا لدي الكوكونيت، هنا لدي أنا كوكونيت طازج فريش، ما يعادل 3 ملاعق كبيرة. هنا لدي ملعقة كبيرة ثوم وملعقة كبيرة زنجبيل، عصير ليمونة متوسطة، ونحتاج طبعا إلى الزيت وإلى الملح. الآن سوف أقوم بطحن المكونات الخضراء، يعني الفلفل، الكزبرة، النعناع، وورق الكاري. طبعا سوف أضيف القليل من الماء، يعني حوالي كوب من الماء حتى أستطيع طحن الكل. سوف أضع كل المكونات داخل الخلاط أو المولينكس أو أي شيء تسمونه. سوف أضع الكل داخل الخلاط. الآن سوف أضيف تقريبا كوب من الماء وسوف أطحن الكل. هنا أنا طحنت الكل كما ترون، سوف أتركه جانبا. أيضا سوف أقوم بطحن جوز الهند. إذا توفرت لديكم بذور الشيا البيضاء استخدموا ملعقة صغيرة، أنا تتوفر لدي فقط السوداء لهذا لم أستخدمها، استخدموها إذا توفرت لديكم. هنا سوف أضيف تقريبا نصف كوب من الماء وسوف أقوم بطحن حليب جوز، عفوا خمس بطحن جوز الهند. إذا لم يتوفر لديكم جوز الهند الطازج استخدموا ربع كوب إلى نصف كوب كبديل له، استخدموا البديل، وطبعا هو جاهز الحليب الجاهز في المحلات. في طنجرة نضع تقريبا ربع كوب من الزيت وسوف أضيف حبوب الخردل والشمر، وسوف أحرك حتى يأخذ لون ذهبي وتسمعون فرقعات الخردل. هنا كما ترون بدأت الأصوات الجميلة. سوف أضيف طبعا، لا تحرقوا، لا تتركهم حتى يصبح لون بني محروق. أضيف البصل وسوف أترك البصل حتى يأخذ لون ذهبي. هنا كما ترون البصل أخذ لون ذهبي. سوف أضيف الثوم والزنجبيل وأحرك تقريبا لدقيقة إلى دقيقتين ونحرك، ما شاء الله رائحة، ونحرك ما شاء الله الرائحة جميلة جدا، الثوم والزنجبيل الطازج. بعدها سوف أضيف الجرام مسالة والكركم. نضيف الجرام مسالة والكركم، نحرك تقريبا نصف دقيقة ثم نضيف جوز الهند، نحرك قليلا يعني تقريبا نصف دقيقة ثم نضيف جوز الهند ونحرك تقريبا لمدة دقيقة إلى دقيقتين، استمر بالتحريك. بعدها سوف نضيف اللحم. بعد مرور دقيقتين نضيف اللحم. طبعا هنا اللحم أنا دائما أضع اللحم مع الشحم، كل شخص وحسب الذوق، يمكنكم استخدام اللحم فقط عادي.
نحرك، وسوف أتركه على نار مرتفعة نوعا ما حتى ينشف اللحم من الماء. بعدها سوف أضيف خلطة الخلطة الخضراء فوقه ونتركه ينضج على نار متوسطة فيما بعد. الآن سوف أتركه على نار مرتفعة حتى ينشف من الماء. الآن كما ترون بعد مرور 5 دقائق سوف أضيف الخلطة الخضراء التي طحناها في أول مرحلة، ونحرك كما ترون اللون أخضر جميل لأن الكاري هذا كاري اللحم سوف يكون لونه أخضر. لا تنسوا إضافة الملح حسب الرغبة وحسب الذوق، وإن احتجتم إلى الماء فيما بعد ضيفوا القليل. نتركها حتى تنضج، يعني قد تأخذ بين نصف ساعة إلى 45 دقيقة أو على حسب نوع اللحم الذي لديكم، هل هو خروف صغير أم كبير. سوف أتركها تنضج على نار متوسطة. بعدها في آخر مرحلة سوف أضيف الليمون. عندما ينضج اللحم ويدخل الصوص نضيف الليمون، نتركها تغلي قليلا ويكون طبخنا لي اليوم جاهز. لدي وصفات أخرى من المطبخ الهندي للحم، أيضا العديد من الوصفات للدجاج تجدونها في قناتي، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من البرياني ووصفات على لحم ودجاج على الطريقة الباكستانية أيضا، وأيضا وصفات من المطبخ الخليجي والعربي. وهذا هو طبقنا لي اليوم جاهز، جربوه لذيذ جدا، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي ومشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء. مع السلامة.